يعني يمكن انت الناس ما تعرفش بقى حاجه مهمه جدا. محمد مجدي قفشه ما بيسجلش خالص الفتره اللي فاتت، قال لكم بطوله افريقيا هيسجل معاك. الف مبروك، احسن راجل في المباراه، نجمك العاده، ثقتي فيك كبيره وثقه كل جمهور النادي الاهلي كبيره جدا يا محمد. مبروك، مبروك لكل جمهور النادي الاهلي. لحظه مهمه جدا، حابب تقول فيها ايه؟ الحمد لله، الحمد لله رب العالمين. مبروك لكل جماهير الاهلي ومبروك لكل الناس بتشجع النادي الاهلي. الحمد لله انا وعدتك ان انا لما اخد افريقيا هسجل، ودي حقيقه، وهسجل مع كل الناس عشان ما حدش يزعل، بس الحمد لله خدت افريقيا. صعبت البطوله مجدي في ايه؟ انا عارف ان الفتره اللي فاتت كانت صعبه جدا، انت تحديدا كنت مركز مع نفسك عايز تعمل هدف، وكان عندك هدف ان انت تاخد احسن لاعب في البطوله، وهي دي طموح لعيبه النادي الاهلي. الحمد لله، اهم حاجه مش اللي انا اخد جايزه فرديه، اهم حاجه البطوله الجماعيه، والجماعيه خلي بالك هي اللي بتجيب الفرديه. فربنا كرمنا وخدنا البطوله دي، اهم حاجه. اي حاجه بقى بعد كده تيجي، احسن لاعب مش احسن لاعب، اهم حاجه الفرقه. لعيبه رجاله مجدي، وهي دي لعيبه النادي الاهلي. اهو تعالى يا شيخ، هو اللي قال لي هجيب جون قبل الماتش. قال لك امتى الشيخ؟ قال لي هجيب جون قبل الماتش النهارده، كل ماتش، ماتش الوداد والنهارده برضه. قال لك والله العظيم بشوفها في صلاه الفجر بصراحه. هو ما شاء الله مجتهد ويستاهل والله العظيم. ايه الروح دي يا احمد؟ ويمكن انتوا تستاهلوا كل خير، لان روحكم كبيره جدا. اي حد بينزل، اي حد بيلعب، هي دي لعيبه النادي الاهلي. بطوله غايبه عن النادي الاهلي بقالها كتير، فرحه كبيره وفرحه مهمه. مبروك ليكم، مبروك لكل لعيبه، مبروك لكل جمهور النادي الاهلي، مبروك لكل واحد ينتمي للنادي الاهلي. اللي حقيقي يعني فخر انك تنتمي لنادي كبير زي النادي الاهلي ده، ده شيء عظيم وشيء كبير. الحمد لله احنا عارفين ان احنا ورانا شعب، فاكيد اكيد يعني فرحتهم دي بالنسبه لنا شيء كبير جدا، وده اللي كنا مركزين عليه الفتره اللي فاتت. كنا قافلين على نفسنا ومركزين جامد جدا، والله تعبنا، تعبنا بجد، والحمد لله ده اللي اتكلمنا فيه، ان تعب السيزون كله او تعب الموسم كله ما ينفعش يضيع مننا كده في ماتش واحد. فالجون بتاع الجون ده، لا انا مش مصدق بصراحه، يعني هو جونه كلها ما شاء الله يعني حلوه جدا وممتعه، بس النهارده لا، حاجه بصراحه يعني، في وقت كمان صعب يستاهل. ده دي نتيجه تعب ومجهود قفشه ومجهود اللعيبه كلها، فالحمد لله رب العالمين. بنحمد ربنا طبعا، وبارك للعيبه كلها، اللعيبه المصابه، وبارك لمومه زكريا ومحمد محمود ومحمود متولي وسعد، كل اللعيبه الرجاله اللي معانا، وكريم نيدفيد، والحمد لله لسه ان شاء الله يعني لسه عندنا بطولات جايه كتير اكيد باذن الله نركز فيها. وبتمنى ان جمهور النادي الاهلي يكون في ظهر اللعيبه في اي وقت، وفي كل وقت يكون في ظهر اللعيبه، لان اللعيبه دي تستاهل، واللعيبه دي بتتعب وبتجتهد عشان خاطرهم. بس والف مبروك مجدي، انا عايز ارجع لك تاني، وكمان معايا نجم من نجوم النادي الاهلي القادمين ان شاء الله، بدر بنون. النهارده يا بدر كان ليه تاثير كبير جدا النهارده، وهدف مميز، روح النادي الاهلي بانت النهارده. حابب تقول ايه على اول بطوله النادي الاهلي بعد غياب كبير جدا؟ الحمد لله، اول لقب لي مع فريق النادي الاهلي، مبروك على جميع مكونات النادي الاهلي. نتمنى ان شاء الله انني احقق كثير القاب معهم ان شاء الله. طموحات كبيره جدا، ولسه عندنا كثير ان شاء الله. مبروك حبيبي مجدي. انا مش هينفع اسيبك، لان في الفتره اللي فاتت انا عارف ان انت كنت شغال على نفسك بشكل قوي جدا ومهم جدا، كان ليك دور وليك تاثير، ما تسمعش حد مركز على. انا مش عارف اسجل، هو ده اللي انا عايزك تعمله. ربنا معاكو، فرحه كبيره جدا طبعا يا مجدي، مبروك. ارجع لك تاني لكن سجل مع نجوم النادي الاهلي تاني، وارجع لك تاني، لان انت تستاهل كتير جدا يا مجدي. الف مبروك ان شاء الله. كابتن ايمن، فرحه كبيره جدا وحاجه رائعه ومميزه جدا. انا عايز كمان احاول ان اخش على لعيبه النادي الاهلي، اخد ياسر كده، يمكن ياسر مش لابس، بس هي دي الفرحه، وهم دول لعيبه النادي الاهلي. مبروك يا ياسر، تعبتوا واجتهدتوا ومجهود كبير، وراكم 100 مليون اهلاوي، كان في يمكن تحامل على نفسكم بشكل كبير جدا الفتره اللي فاتت. حابب تقولي ان لحظه مهمه جدا في تاريخ كل لاعب في النادي الاهلي. طبعا الحمد لله، ببارك لجمهور النادي الاهلي والمجلس الاداره والاداري والجماهير كلها واللعيبه الرجاله قوي اللي كانوا على قد المسؤوليه. الحمد لله ربنا ما ضيعش تعبنا، تعبنا من اول البطوله، من اولها لاخرها، من اول ماتش كنا مركزين فيها قوي، وعدنا الجمهور من السنه اللي فاتت، والحمد لله قدرنا نوفل بعد، قدرنا نلفه بالوحده بتاعنا الحمد لله. فربنا يا رب يكرمنا كده يا رب في البطولات الجايه باذن الله، وبارك لهم تاني. واحنا في كاس العالم للانديه يا جماعه، ده الاهلي، وقت العزيمه بيبان. الحمد لله، قول لكل جمهور النادي الاهلي اللي كان عنده امل واصرار وعزيمه كبيره جدا، وعنده ثقه كبيره جدا جدا في لعيبه النادي الاهلي وفي الجهاز الفني، ان البطوله التاسعه هتكون بطولات النادي الاهلي. طبعا الحمد لله، ببارك للجمهور اللي كان في ظهرنا على طول، وكان عامل لنا دايما في ظهرنا ضغط، لازم البطوله تيجي باي طريقه. الحمد لله، ببارك لهم كلهم، وبقول لهم دي مش اخر بطوله باذن الله، وعقبال كاس العالم للانديه. نجم نجوم النادي الاهلي، الاول يفرحوا الاول يا كابتن سعد. اولي 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 اولي
مبروكو. النادي الاهلي احسن فريق، قول الحق خلي الجميل. النادي الاهلي احسن فريق. يا هلا يا هلا كابتن ايمن، فرحه كبيره جدا لكل لعيبه النادي الاهلي وكل الجهاز الفني. الحقيقه يمكن حلم كان كبير جدا على كل ملايين جمهور النادي الاهلي، كوتش ميشيل مايكل الانيتوري دورو انيجيتو البورتيير انيجيتو بريما دي توتو تانتي كومبلمنتي. Un campionato molto difficile, che vorresti dire dopo questo campionato numero 9 nella storia di Ali? Sì, è stato un campionato molto, molto duro, perché con questo coronavirus ha cambiato un po' tutto e dopo abbiamo avuto un momento un po' più difficile, ma ci siamo ripresi e noi siamo una grande squadra con un grande spirito e siamo andati fino alla fine, perché noi in fine dei conti è una squadra fortissima che giochiamo sempre come una famiglia. E abbiamo dato tutto oggi e credo che è meritato tutta la stagione, è meritato questa coppa. يمكن انا طبعا سالته في البدايه طبعا حييته وهنيته طبعا على الفوز وكلمته كمان شايف ان النادي الاهلي بيحصل على اللقب التاسع في تاريخه في النادي الاهلي. قال يمكن احنا بنشتغل كعائله واحده، لعيبه النادي الاهلي اشتغلت بشكل كبير جدا خلال الفتره اللي فاتت، وكمان الف فيروس كورونا كمان كان ليه تاثير على لعيبه النادي الاهلي وعلينا بشكل عام، لكن الحمد لله قدرنا ان احنا نحصل على البطوله. Veramente a te che torna il merito di vedere Al Shennawi, Ali Lutfi e Mustafa Shubir a questa forma durante la stagione. Sì, io sono contentissimo, sono dei ragazzi che lavorano molto, sanno che senza lavoro come portiere non arrivi mai, hanno capito il mio messaggio e sono andato fino in fondo, hanno delle qualità e allora hanno fatto del tutto e hanno fatto una grande stagione. Grazie a Dio abbiamo vinto tutto fino adesso. Alla fine grazie mille per tutto e speriamo bene sempre. Io sono orgoglioso di essere qui, tu lo sai. Io niente, devo dire anche grazie a tutti i fans, all'Ali, il club, il presidente, tutti. Vi ringrazio molto, io sono contentissimo. Forza Ali! Forza Ali! La Frecchia! بنشكر طبعا كوتش مايكل. انا بعد ما اتكلم بس طبعا كابتن سعد معايا طبعا كابتن سعد سمير وهنرجع نترجم طبعا اللي قاله مستر ميشيل مايكل. طبعا يعني كنت مبروك يا سعد، طبعا بطوله غاليه جدا ويمكن ثقتنا كانت كبيره جدا فيكم في كل لعيبه. الروح اللي شايفينها بره الخطوط هي اللي داخل الخطوط، روح النادي الاهلي بنت النهارده لاخر دقيقه بنحارب البطوله فعلا في دوري بطولات النادي الاهلي. الحمد لله ماتش مهم بالنسبه لنا، بطوله مهمه. تسعى اهلي كان نداء الجماهير على طول بتناديه الفتره اللي فاتت، ربنا كرمنا النهارده. دايما النهائيات بتتحسم بالقلب، ممكن ما تكونش انت الطرف الاحسن، ممكن ما تكونش انت المتفوق، لكن النهارده الحمد لله من اول دقيقه جبنا جون، الماتش هرب مننا شويه رجعنا له تاني بثقه اللعيبه اللي موجوده الكبيره وبخبراتهم، وقفنا على الكوره ربنا كرمنا بالجون التاني، ضيعنا فرصه واثنين وثلاثه بعد كده، لكن الحمد لله اللعيبه رجاله مخلصه طول البطوله. اكتر فرقه تعبت واجتهدت وواجهت صعاب هي فرقه النادي الاهلي. ببارك للعيبه، ببارك للجيل اللي موجود، واتمنى لهم ان شاء الله باذن الله، وبتمنى الفتره الجايه والسنه الجايه تبقى البطوله من نصيبنا برضو. عندنا الحمد لله صفقات قويه وعندنا الحمد لله لعيبه على اعلى مستوى، ان شاء الله الموسم الجديد يبقى من نصيبنا. والف مبروك للنادي الاهلي وهارد لك النادي الزمالك، وان شاء الله قول لمروان بقول له مبروك يا مروان، ان شاء الله اللي جاي يبقى احسن، وان شاء الله دايما 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 مروان بيجتهد ودايما مروان بيموت نفسه، ولو الناس ساعات بتيجي على مروان شويه من حبها في النادي الاهلي ومن حبها في مروان، لان الناس عندها ثقه فيه وعايزاه ان هو يبقى احسن واحسن واحسن، وهو نفسه على طول يبقى احسن ونفسه يجيب اجوان ويكسب الفرقه. فان شاء الله ربنا يكرمه الفتره الجايه ويكسبنا، وانا بشكره على الروح والقلب اللي بيلعب بيه على طول، وبشكر كل زمايلي والف مبروك لكل جمهور النادي الاهلي اللي هو رقم واحد في المنظومه واللي هو يستاهل البطوله. شكر خاص لجمهور النادي الاهلي اللي فعلا يستاهل البطوله. الناس ربنا كرمنا عشان خاطر الناس كان نفسها تفرح، فالحمد لله الحمد لله. مارو نجم نجوم النادي الاهلي، مبروك يا مارو. الاول ايه اللي بيقوله سعد والكلام الجامد قوي؟ سعد من اللعيبه اللي انا بحبها جدا وروحها على طول معايا ودايما واقف في ظهري وبيتكلم معايا على طول، دي روح دي الموجوده في النادي الاهلي. طبعا زي ما هو بيقول الجمهور اكيد ليه حق يزعل واحنا بنحترم كده، طبعا الجمهور فوق راسنا من فوق طبعا، واحنا كنا هنأدي الوعد النهارده الحمد لله، جبنا البطوله وكنا رجاله ومبارك لجمهور النادي الاهلي الحمد لله على البطوله. وانا بسجل معاك بعد مباراه المغرب قلت احنا على العهد عندنا هدف وحيد، مفيش تركيز غرض البطوله الافريقيه، سبع سنين بعيده البطوله عندنا بشكل كبير جدا. يا رب ان شاء الله باذن الله مروان البطوله التانيه واللي جايه وال10 و11 هتبقى معانا، هي دي روح النادي الاهلي، هي دي لعيبه النادي الاهلي. الحمد لله. انا عايز اقول لك قبل ماتش الوداد هناك في المغرب انا كنت تعبان، ما لعبتش ماتش بيراميدز، كنت تعبان جدا، وجيت الحمد لله على الطيران الحمد لله، وسافرت كنت راجل لاخر وقت الحمد لله، كل اللعيبه كانت على اعلى مستوى اللي هي نجيب البطوله السنه دي، وده اقل حاجه لجمهور النادي الاهلي الحمد لله اللي احنا قدرنا نفرحهم النهارده، وبنقول لهم مبروك وان شاء الله نركز في البطولات كلها اللي جايه ان شاء الله، ونكون على قد المسؤوليه يعني الحمد لله. مبروك يا مروان. مستمرين معاك يا كابتن ايمن، معايا يمكن
ناس ليها دور كبير جدا في الجهاز الفني للنادي الاهلي، كيبي وموسي ليهم دور كبير جدا، مع الدكتور عمرو محب طبعا المدرب الخاص لفريق النادي الاهلي، برحب بيه طبعا في البدايه وببارك له وبهنيه على الفوز وعلى البطوله المهمه جدا. شكرا. احساسه ايه وحابب يقول ايه بعد اللحظات الكبيره دي؟ First of all, thank you for the opportunity to bring us to Al Ahly. Well, we are used to winning, but this one is the best one. بقول بشكركم انتوا على فرصه ان احنا نيجي النادي الاهلي، والمناسبه دي والميداليه دي احسن حاجه حصلت. كوتش كيفن مبروك طبعا، مبارك له، فوز مهم وفوز صعب، بطولة التاسعة كانت مهمة جدا لجمهور النادي الاهلي، اللحظات دي بتمثل له ايه بعد الفوز بالبطولة؟ Yeah, first you got to thank the club for bringing us here. You got to thank all the fans for being behind Ali all the time. And then most important, you got to thank Pizzo Mosimani for getting the team together, making them very strong in the last 7 games. And the final was, the preparation was fantastic. And the players pulled it off. So well done to Ali, and I'm glad they add the number 11, 12 star. What number star? Nine. The number 9 star. بقول بشكر النادي الاهلي، اداره النادي الاهلي اللي جابتنا وان ادتنا فرصه نبقى اشتغلنا 7 ماتشات واعدادنا كويس، عملنا اعداد كويس ولمينا الفرقه وده نعمل حاجه كويسه، واعتقد حاجه كويسه وقال النجمه نجم رقم 9 حقق نهائي النادي. زي محلل الاداء كان ليه دور كبير جدا مع فريق النادي الاهلي في فتره قليله جدا. شايف الفوز بالبطوله ازاي وبيمثله ايه الفوز بالبطوله الافريقيه؟ Firstly, I think it's an honor to be here. It's an honor to wear this badge and to win this medal for this team, this great team, Al Ahly. I want to thank Captain Bibo and everybody for bringing us here and trusting the coach to steer this ship. With the little time we had, we did all the work we could do, prepare the guys as best as possible, and we left the rest up to God. بقول احنا بشكر طبعا كابتن خطيب، حاجه شرف ليا اكون موجود هنا ولابس شعار النادي الاهلي، بشكر كابتن خطيب ادانا الثقه ان نيجي نكون موجودين معاهم. بالنسبه للشغل الفتره الصغيره اللي عملنا فيها اعداد، بس الحمد لله ربنا كلل مجهودنا وعملنا نتيجه كويسه، يعني اشتغلنا بجديه في الفتره الصغيره دي. دكتور عمرو بقى قبل ما تمشي طبعا لازم اقول كلمه طبعا من دكتور عمرو محب اللي ليه دور كبير جدا، لا انت طبعا دورك كبير جدا ومهم جدا يا دكتور عمرو الحقيقه. بصراحه الفتره اللي فاتت انت يمكن بتعمل كل حاجه مع مستر موسيماني ومع الجهاز الفني، وده دور مهم، وحب النادي الاهلي ده امر مهم جدا، انت راجل مهني وراجل اعلامي، ببارك لك وببارك لكل جمهور النادي. ربنا يخليك، متشكر جدا. طبعا سعيد وشرف ليا، طبعا انا عايش احلى ايام عمري مع النادي الاهلي. الواحد اشتغل في الفيفا واشتغلت في اماكن كبيره، لكن الحمد لله رب العالمين انك تمسك شعار زي ما قال شعار النادي الاهلي ده تقيل، مش اي حد يلبسه، مش اي حد يتحمله، مش اي حد، دي مسؤوليه كبيره، والحمد لله رب العالمين كان كلنا لينا دور من اول عم حارس لغايه موسيماني ان احنا نحقق الكاس ده. كاس صعب وكان في ظروف صعبه جدا علينا وكان في ضغوط علينا، والحمد لله ربنا كرمنا وجبنا كاس من جميع النادي الاهلي تستحق ده. شكرا، ميرسي. مستمرين معاك يا كابتن ايمن. علي لطفي واحد من الابطال، واحد من نجوم النادي الاهلي. علي لطفي عنده انكار ذات كبير جدا، مين يلعب مين ما يلعبش، المهم هو هدف الفوز بالبطوله، هدف هو رفع اسم النادي الاهلي عالي جدا. بحييك علي على الفوز وعلى روحك الكبيره جدا، ويا رب ان شاء الله الفتره الجايه تكون كلها انتصارات للنادي. طبعا الحمد لله بحمد ربنا طبعا على البطوله وبعد البطوله ديت، اولا جمهور النادي الاهلي العظيم اللي واقف في ظهرنا دايما. عايز ايه؟ جمهور الاهلي العظيم، وطبعا والمؤمن زكريا، ونتمنى له الشفاء ويرجع في اسرع وقت ان شاء الله. طبعا الحمد لله احنا كلنا متعودين اي حد بيلعب في النادي الاهلي اول ما بيخش من باب النادي بيعرف ان النادي هو اللي رقم واحد في كل حاجه، في كل حتى في حاجاتك الشخصيه الاهلي رقم واحد. عايز الميداليه طبعا فيها علي طبعا. فالحمد لله طبعا بحمد ربنا سبحانه وتعالى على هو احنا تعبنا كتير السنين اللي فاتت وتعبنا السنه دي، احنا لعبنا كل الفرق القويه في البطوله والحمد لله كسبناهم، فالحمد لله ربنا كان تعبنا دوت بالبطوله، وبقول للعيبه لعيبه رجاله وكان على قد المسؤوليه والحمد لله ربنا كرمنا. لا 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 السنه نجم النجوم النادي الاهلي، الناس بتتكلم على الروح وبنتكلم على انكار الذات وبنتكلم على انا اقول حاجه واحده بس اقول جبت جوانتي لعبت فيه، في جوانتي تالت لعبت فيه، مين اللي راح جابه بقى؟ علي راح جابه من الاوضه عشان تعرف بس الروح اللي بينا عامله ازاي. هي دي الروح يا شناوي. انا عايز ابارك لك الاول، عايز ابارك لك الاول يا شناوي. انا واحد من الناس بقول الشناوي احسن حارس مرمى في افريقيا، مش بشهاده كريم او بشهاده حد، لا بشهاده جمهور النادي الاهلي وكل المديرين الفنيين. الدور ده راجع لعلي وراجع لمصطفى شوبير وراجع لاحمد طارق سليمان وراجع لمشيل كمان. اللحظات دي بتمثلك ايه يا شناوي؟ ما بتسمع ان الشناوي احسن حارس في افريقيا؟ طبعا بتديني عبء كبير طبعا مع علي مع شوبير، احنا والله كمان مره احنا اخوات. اسال علي ما بنيجي ومصطفى طبعا. تعالى يا جدع اتكلمت.
والله العظيم هم عارفين ومتاكدين ان احنا اي حد بيبقى موجود في الملعب بيحمي النادي، اي حد يكون بيحمي النادي، علي لاعب ومصطفى لاعب، احنا ما ندورش مين يلعب، احنا ندور مين اللي يشيل الفرقه، اهم حاجه الفرقه واهم حاجه النادي. والله العظيم يعني انا بقول لك اللي جاب لي الجوانتي بتاع ميل اوضه علي جري مسافه طويله جدا عشان يملك جوانتي، عشان الجوانتي الثاني كانت كوره جديده كوره ما بتمسكش، هو راح جاب لي الجوانتي. انا بقول لك الروح بينا حلوه جدا، اللعيبه كلها مش احنا بس، اللعيبه كلها، عشان كده ربنا وفقنا النهارده وخدنا البطوله. قول لهم الف مبروك، والف مبروك للجمهور، والف مبروك للناس كلها، وبقول لهم الف الف مبروك للرجاله. روح كبيره جدا يا علي، والف مبروك، ببارك لك وبارك لمصطفى وبارك لكل جمهور النادي الاهلي. هي دي الروح يا كابتن ايمن. لعيبه النادي الاهلي غير لعيبه النادي الاهلي، عندها زي ما بنقول انكار ذات كبير جدا، وعندها حب لكيان النادي الاهلي كبير. قتال لاخر دقيقه، هدف وحيد هو الحصول على لقب البطوله الافريقيه، والحمد لله رب العالمين، ربنا كرمنا النهارده البطوله التاسعه في دولاب بطولات النادي الاهلي بالجزيره. يا رب ان شاء الله باذن الله كاس العالم للانديه باذن الله، ان شاء الله باذن الله يبقى لنا شكل كبير وشكل مهم وشكل مؤثر. وطول ما جمهور النادي الاهلي في ظهر مجلس الاداره وفي ظهر لعيبه النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله. طبعا لحظه كبيره جدا ولحظه مهمه جدا، كاس افريقيا حلم كل جمهور النادي الاهلي وحلم ملايين جمهور النادي الاهلي. يا رب ان شاء الله يا كابتن ايمن نشوف اللحظه دي كل سنه، نشوف لعيبه النادي الاهلي بتحارب على البطوله دي. اما بتشوف الجمهور وبتشوف الاداء وبتشوف التشجيع وبتشوف حماس كبير جدا من الجهاز الفني ومن اللعيبه، اللحظه دي مؤثره جدا. رفع الكاس في اي استاد لحظه مهمه جدا. يا رب ان شاء الله باذن الله الكل يكون انتصارات. كاس افريقيا غالي علينا وغالي على كل جمهور النادي الاهلي. عوده ليك يا كابتن ايمن من جديد، لكن مستمرين معاك مع لقاءات حصريه فقط على شاشه قناه النادي الاهلي، وفرحه لاعبي النادي الاهلي والجهاز الفني بالحصول على البطوله التاسعه في تاريخ دولاب بطولات النادي الاهلي.